سوريا من ظلم ومن عداء لن يمر، لأن هناك جيش باسل شجاع جبار صنديد. لذلك سوريا وطننا الغالي، أمنا، ستخرج من محنتها الطويلة الأثيمة أشد تألقا على كل صعيد في كل مجال، أكثر عظيمة عزما وقوة، لأن الله الحقيقي الحق، لأن الله الحق القدير، الله العادل حاميها. ولطالما الله معها فما من أحد علي، كن مع الله ولا تبالي، سوريا مع الله وسوريا ستنتصر. معنا هو الله. فاعلموا أيها المتآمرون المجرمون، انهزموا لأن الله معكم، لكم الخصي أنتم العملاء، ولسوريا الخلود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. E se faccio fronte unito con voi, con tutti quanti voi, io ho solo da ringraziarvi. Da qualsiasi parrocchia voi provenite, sia se siete comunisti o no, fascisti o no, anarchici o no, perché finiamo la nostra...